طبيبة ندى حافظ أول لاعبة مصرية في التاريخ تصل لدور 16 في منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية، والتي ترك زوجها عمله من أجل دعمها، وأصدر عميد الطب بالقصر العيني بياناً لتهنئتها. أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها مشاركتها بالأولمبياد وهي حامل، وأيضاً من ناحية قوانين اللجنة الأولمبية الدولية. نتابع مع حضراتكم في هذه التغطية. ندى حافظ لاعبة منتخب مصر للسلاح أثارت خلال الساعات الماضية جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد كشفها عن مفاجأة، وهي أنها كانت تشارك في منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في باريس، وهي حامل في الشهر السابع. أيضاً جاءت التعليقات بين مشجعين لها وبين منتقدين مشاركتها وهي حامل، حيث كشفت المصرية ندى حافظ عن مشاركتها في منافسات السيف العربي بالمبارزة بدورة الألعاب الأولمبية والمقامة حالياً في باريس. ودعت ندى المنافسة بين دور 16 أمس بعد أن استطاعت أن تنافس وبقوة، فقد فازت على الأمريكية إليزابيث ترتاكوفسكي والمصنفة السابعة عالمياً في دورات الـ 32 من أولمبياد باريس، قبل أن تودع الدورة على يد الكورية هايونغ جيون بالخسارة 15-7 بلعبها وهي حامل. كتبت عبر حسابها في إنستغرام: ما بدا لكم أنهما لاعبان على المنصة، ولكن في الحقيقة كانوا ثلاثة. لقد كنت أنا ومنافسي وطفلي الصغير الذي لم يأتي بعد إلى عالمنا. تابعت قائلة: أكتب هذا المنشور لأقول أن الفخر يملأ كياني، لأنني آمنت بمكاني في الدور 16، وأنا محظوظة لأنني حصلت على ثقة ودعم زوجي وعائلتي أيضاً لأتمكن من الوصول إلى هذا الحد. واختتمت منشورها بالقول: كانت هذه الألعاب الأولمبية تحديداً مختلفة، أصبحت لاعبة أولمبية للمرة الثالثة، ولكن هذه المرة كنت أحمل بطلاً أولمبياً صغيراً. بذلك ندى تكون أول لاعبة مصرية في التاريخ تصل إلى دور 16 في منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية، وأيضاً ثاني لاعبة في التاريخ الأولمبي تتمكن من المشاركة في المنافسات أثناء فترة الحمل. عادت ندى حافظ وكتبت منشوراً جديداً ترد فيه على منتقديها، قالت فيه: إلى بلدي العزيز، عندما تحدثت عن حملي فعلت ذلك حتى أسلط الضوء علي بقوة وعلى قدرة السيدة المصرية على التحدي، والدليل نجاحي في الفوز على بطلة أمريكا والمصنفة السابعة عالميا، وليست السيدة الوحيدة التي تلعب وهي حامل، فالعديد من بطلات الدول الأخرى تلعبن أيضا وهن حوامل طالما لا يوجد ما يمنع طبيا، وأنا طبيبة وأعلم ذلك جيدا، وسعيدة بنيل شرف تمثيل بلادي في الأولمبياد. أما عن زوج ندى الدكتور إبراهيم إيهاب والطبيب بكلية القصر العيني بجامعة القاهرة، فكشف في تصريحات صحفية أنه كان يدعمها حتى أنه ترك عمله من أجلها، وقال إنهما ينتظران المولود الأول بعد دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، وأشار إلى أن ندى والجنين يتم متابعتهما بشكل جيد، وأوضح أنه أخذ موافقة القصر العيني للسفر معها ولكي يكون بجانبها ويدعمها في مشوارها خلال البطولة. تابع قائلا: إنه فخور بما وصلت إليه الدكتورة ندى حافظ رغم مواجهتها أبطال من الدول، وإنه سيكون معها دائما داعم لها. أيضا هنأ الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب جامعة القاهرة الدكتورة ندى حافظ لإنجازاتها المميزة في المجالين الرياضي والطبي، وقال إنها ليست مجرد رياضية موهوبة ولكنها طبيبة ناجحة. وكشف بيان اليوم أن ندى طبيبة باثولوجيا إكلينيكية
بالقصر العيني، وأن فوزها في الأولمبياد ووصولها إلى الدور 16 في رياضة المبارزة وهي تمتهن مهنة الطب وفي هذه الكلية العريقة مصدر فخر واعتزاز. أكد أيضاً أن الدكتورة ندى أثبتت للعالم أجمع أن أبناء مصر قادرون على التحدي مهما كانت الصعاب وتحقيق أرقى المراتب في شتى المجالات. أما عن مشاركتها في اللعبة وهي حامل، قالت مصادر في منظومة الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة لصدى البلد أن هناك لجانا طبية في اتحاد السلاح واللجنة الأولمبية واللجنة المنظمة أنها لم تعترض أي منها على مشاركة اللاعبة في المنافسة، بالإضافة إلى أن اللاعبة طبيبة ولديها الوعي والإدراك الكافي لقدرتها على المنافسة في فترة الحمل. وللعلم رياضة السلاح ليست عنيفة وليست وارد فيها أن يحدث بها إصابات تكون مؤثرة على الحمل. وقد التقى موقع صدى البلد بالدكتورة هند محمد سلمي أستاذ الدكتور النساء والتوليد، وكشفت عددا من النقاط المهمة حول إمكانية المشاركة في الأولمبياد خلال فترة الحمل، وقالت إنه يمكن للاعبة سلاح الشيش أن تشترك في مسابقة أولمبياد وهي حامل، ولكن هناك بعض العوامل التي يجب النظر إليها وهي قوانين اللجنة الأولمبية الدولية IOC، لأنه بحسب هذه القوانين يجب أن تتوافق المشاركة في الألعاب الأولمبية مع القواعد والتشريعات الحالية للاتحاد الدولي للرياضة المعنية، وهناك لوائح خاصة بالحمل والرياضة الأولمبية والتي يجب أن تفحصها اللاعبة والاتحاد الرياضي المعني، وتشمل التأكد من أن ممارسة رياضة سلاح الشيش خلال الحمل لا تشكل أي مخاطر على سلامة اللاعبة أو الجنين. أيضاً يجب استشارة طبيب مختص لتقييم مخاطر المشاركة الرياضية أثناء الحمل. أما من ناحية الأداء الرياضي فقد تؤثر التغيرات الفسيولوجية والهرمونية أثناء فترة الحمل على أداء اللاعبة، وهذا الأمر قد ينعكس على قدرتها التنافسية مقارنة باللاعبات الأخريات. في النهاية القرار النهائي سيعتمد على تقييم اللجنة الأولمبية المختصة بناء على قوانينها وتوصيات الأطباء، لكن في حال توافر الموافقات والضمانات الطبية اللازمة قد تكون المشاركة ممكنة إذا رغبت اللاعبة في ذلك. أيضا أشارت إلى أن هناك بعض السوابق لمشاركة لاعبات حوامل في الألعاب الأولمبية السابقة، منهم لاعبة الملاكمة إليزابيث ديبول والتي شاركت في الألعاب الأولمبية في لندن 2012 وكانت حامل في الشهر الرابع وحصلت على الميدالية البرونزية في وزن الريشة. أيضا سيمون بيليس لاعبة الجمباز والتي شاركت في الألعاب الأولمبية ريو 2016 وكانت في الشهر الأول من الحمل وحصلت على الذهبية. وميليندا جيتس لاعبة الريو والتي شاركت في الألعاب الأولمبية في ريو 2016 وكانت حامل في الشهر السادس. أيضا شاركت في سباق 5000 متر وحققت المركز السابع. نوهت أن هذه الأمثلة توضح أنه من الممكن للاعبات الحوامل المشاركة في الألعاب الأولمبية شريطة موافقة الأطباء وتقييد اللاعبات بالقوانين والتوجيهات الطبية، ومع ذلك لا تزال هناك قضايا أخرى كالأداء الرياضي والسلامة التي يجب معالجتها بعناية في كل حالة على حدها. إلى هنا مشاهدينا تكون انتهت تغطيتنا، كنت معكم أنا رنا عبد الرحمن، نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.